لما بدك تحب، حب البنت النكدية. فيش أحلى من البنت النكدية، يلي بتهتم فيك، يلي بتهتم بأدق تفاصيلك، يلي بهم عمرك، يلي بتسألك دايما وين رايح وين جاي وأي ساعة جاي وليش تأخرت. تهتم فيك، بتحبك، صح يمكن تتضايق انت أوقات، بس من جواتك بتكون مبسوط. شو بدك بهاي البنت العادية اللي ما بهم أمرك ولا بتسألك ولا بهم أي ساعة رايح ولا أي ساعة جاي، يلي بتكون انت مثل خيال الصحراء مع بتزهق وبتشتاق للبنت النكدية. البنت العادية اللي ما بتسأل عنك وما بتنكد عليك، هاي واحد من الاثنين، أو إنه ما بتحبك أو إنه عم بتخونك وعم تحكي مع شاب تاني. البنت يلي بتحبك عن جد بتضل تسألك وتهتم فيك وتغار عليك. صدقني ما في أحلى من هيك بنت بالعالم. ساعتها بتحس شو يعني طعم الحب المظبوط، الحب الحقيقي. كل واحد ياريت يكون عنده هيك بنت.